بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن اكتسى بعباءة وأدخل معه تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام: اللهم إنه كان لكل نبي من الأنبياء أهل بيت هم أخص الخلق إليه، اللهم وهؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهبط جبرائيل بآية التطهير في شأنهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله بهم عليهم السلام للمباهلة. فلما بصر بهم النصارى ورأوا منهم الصدق وشاهدوا إمارات العذاب لم يجرؤوا على المباهلة، فطلبوا المصالحة وقبلوا الجزية عليهم، وكان ذلك في اليوم 24 من ذي الحجة. مشاهدينا الأعزاء، نحييكم أطيب تحية في برنامجكم العقائدي مطارحات في العقيدة، والذي نسلط الضوء فيه على الأسس والأصول الاعتقادية لأتباع أهل البيت عليهم السلام والمواضيع المتفرعة عليها. موضوع الحلقة في هذه الليلة هو عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم بعد 30 دقيقة على أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة. ونأمل كذلك ونكرر هذا الرجاء والأمل دائما أن تكون الأسئلة والمداخلات إن شاء الله حول محور البرنامج، وهو عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. والآن نبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نرحب بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم العقائدي مطارحات في العقيدة، ونكمل البحث عن عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام الذي شرعنا به قبل أسبوعين، وتوقفنا في الأسبوع الماضي في تحليل واقعة الغدير لأهميتها. وفي هذه الليلة إن شاء الله نواصل بحث عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. نرحب بكم كذلك سماحة السيد في هذا الملتقى من البرنامج، وبكم أيضا إن شاء الله تعالى. سماحة السيد، أثبتتم سابقا ضرورة العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتفضلتم بذكر ثلاثة اتجاهات تفسر العصمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وهي: الاتجاه الأول كان إجماع الأمة وإجماع الصحابة، الاتجاه الثاني، والاتجاه الثالث هو مدرسة أهل البيت ومسألة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فالسؤال الذي نطرحه في هذه الحلقة وفي بداية هذه الحلقة: فمن هم المعصومون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أشرنا في الحلقة السابقة قلنا بأنه أساسا لابد أن نلتفت إلى أن المسألة الأساسية التي لابد أن يقع الحديث عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أنه هل يوجد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا يوجد؟ كما ذكر الأخ أبو آمنة بأنه المسألة ذكر جملة من علماء المسلمين بأنه لا بد من وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والآن لا أريد أن أدخل في الأسباب التي تدعونا إلى الإيمان بمثل هذا الاعتقاد، ولكنه من خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة لعله سوف تتضح بعض أسباب ودوافع هذه النظرية. مقدمة قبل أن أجيب على هذا التساؤل، وهو أنه من هو المعصوم بعد رسول الله، بودي أن أشير إلى ملاحظتين.
الملاحظة الأولى، لابد أن يعلم المشاهد الكريم وخصوصا أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن مسألة العصمة تعد هي حجر الزاوية في مسائل الإمامة في مدرسة أهل البيت. يعني لو أردنا أن نقف على أهم مسألة في مسائل الإمامة التي هي مئات المسائل، أهم مسألة وحجر الزاوية والركن الركين في مسائل الإمامة تعد مسألة العصمة، وباقي المسائل كلها متفرعة على مسألة العصمة. يعني سواء كنا نحن نقول بالنص كما نقول بالنص بسبب أننا نقول بالعصمة، سواء كنا نقول بدوام الإمامة سبب ذلك نقول بالعصمة، سواء كنا نقول في العلم الخاص فإن العلم الخاص منشأه العصمة. إذن العصمة هي الحجر الأساس في مسائل الاعتقاد في مسائل الإمامة. بعبارة أخرى، نحن لا نستطيع أن نفهم مسألة الإمامة ومسائل الإمامة عند مدرسة أهل البيت إلا أن نفهم مسألة العصمة. وفي اعتقادي إذا حلت مسألة العصمة سوف تحل كل المسائل الأخرى، سواء كانت سياسية أو فكرية أو دينية، كلها تكون قابلة للحق. هذه نقطة. سماحة السيد، هنا تعليق بسيط في هذه النقطة. نعم. يعني أن تقصدون أن تعرف مسألة العصمة من ناحية العصمة العامة يعني بعد الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه أم تشخيص المعصوم؟ تشخيص المعصوم، أحسنتم. مقصودي بأنه نحن إذا أثبتنا معصوما بعد رسول الله وشخصنا من هو هذا المعصوم، كل المسائل الأخرى سوف تكون مترتبة على هذا. يعني إذا ثبت أن عليا عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام ثبتت عصمته، بطبيعة الحال بأنه عند ذلك لا معنى للبحث أنه أساسا هل هو الخليفة أو ليس هو الخليفة. مع وجود معصوم في الأمة لا تصل النوبة إلى غيره لنرى أنه غير المعصوم، حتى نرى أنه اجتمع عليه أهل الحل والعقد أو لم يجتمع عليه. إذن المسألة المهمة تشخيص المعصوم، من هو المعصوم؟ نعم، لأنه أساسا قلنا فيما سبق بأنه مسألة ضرورة وجود معصوم تقريبا أنه كثير من علماء المسلمين يقولون، وإنما وقع الخلاف بينهم في مسألة تشخيص المعصوم، وهذه هي حجر الزاوية في مدرسة أهل البيت ويركزون عليها. هذا التركيز نحن لا نجده في الاتجاهات والمدارس الأخرى. هذه نقطة. الملاحظة الثانية التي بيودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم هو أننا عندما نستدل بكلمات جملة من علماء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت بل من أتباع الخلفاء، الاستدلال بكلماتهم ليس لبيان المصداق بل لبيان المبدأ. يعني في البحوث السابقة أشرنا أن الفخر الرازي يرى ضرورة المعصوم، هو لا يعتقد بأن هذا المعصوم هم أئمة أهل البيت، وإنما يعتقد أنه هو إجماع الأمة. أنا استدللت بكلماته وبكلمات غيره لبيان أن هذا المبدأ ليس مختصا بمدرسة أهل البيت بل يوجد عند غير أهل البيت أيضا. أما فيما يتعلق بالجواب عن سؤالكم، في الواقع في المقدمة لابد أن نشير إلى مبدأ وإلى منهج قرآني في هذه المسألة. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في سورة النساء، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن القرآن الكريم يقول إذا تنازعتم في شيء فالمرجع في حل ذلك الشيء ما هو؟ المرجع هو القرآن الكريم والقطعي من سنة رسول الله. لماذا أقول والقطعي من سنة رسول الله؟ لأن خبر الواحد لا يمكن الاعتماد عليه في المسائل الاعتقادية، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا، والظن لا يمكن الاعتماد عليه في مسألة كمسألة الإمام. خب الآن السؤال المطروح هنا، وهو أنه أول خلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو مسألة ماذا؟ هو مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله. والقرآن أمرنا بشكل واضح في سورة النساء وآيات أخرى أنه إذا تنازعتم فارجعوا فيه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول.
الآن نريد أن نرجع إلى القرآن، نريد أن نرجع إلى الرسول لنرى بأنه ماذا يقول القرآن، ماذا يقول الله، وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المسألة التي هي أهم مسألة شغلت الفكر الإسلامي بمختلف أبعاده، من كلامية وسياسية ودينية وأبعاد أخرى. سماحة السيد، هنا في الآية المباركة النزاع لم يشخص يعني محل النزاع، قاله بشكل مطلق. نعم نعم، قال في أي شيء تنازعتم، بلي نعم. ونحن الآن تنازعنا، فرق نعم. المسلمين تنازعت في ماذا؟ في مسألة الإمام، في هذه المسألة. نعم. إلى من نرجع؟ إلى من نحتكم؟ القرآن الكريم قال فإن تنازعتم في شيء. واللطيف أن هذه الآية، هذا المقطع من الآية جاء في ذيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. فإن تنازعتم، إذا تبين أن القضية مرتبطة، واحدة من موارد محل النزاع هو ماذا؟ هو أولي الأمر. نعم. فإن تنازعتم، لذا تجدون الآية المباركة قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم تقل وإلى أولي الأمر منكم. نعم. لماذا؟ لأنه قد يقع النزاع ماذا؟ في نفس هذه المسألة. نعم. فلا معنى أن نرجع إليهم. نعم. كما يقال أنه يلزم الدور فيها. نعم. لذا القرآن الكريم أشار إلى أنه لا بد من الرجوع إلى الله وإلى الرسول. الآن نحن نريد أن نرجع واقعا في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله إلى مسألة أنه من هو المعصوم ومن هو الإمام بحسب الاصطلاح القرآني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما القرآن الكريم، هناك آيات عديدة في القرآن الكريم أشارت إلى ضرورة وجود معصوم، وأن هذه العصمة موجودة في الإمام. من أهم هذه الآيات قوله تعالى في سورة البقرة، وقد قرأنا هذه الآيات مرات عديدة، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية المباركة المرتبطة بإبراهيم الخليل، وقد أشرنا في أبحاث سابقة أن هذه الآية أشارت إلى عدة نكات أمر عليها سريعا حتى نصل إلى محل الاستدلال. ولكن سمحت السيد، في هذه الآية المباركة لا ينال عهدي الظالمين، نعم. هل ندعي فقط يعني نحن أتباع مدرسة أهل البيت ندعي دلالتها على العصمة، أم لا يوجد أحد من المسلمين كذلك يرى دلالتها على هذه العصمة؟ أحسنتم، سؤال مهم جدا. نعم. في الواقع عندما نرجع إلى هذه الآية، أنا قبل أن أجيب على تساؤلكم بودي أن أشير إلى أيضا نقطتين مرتبطة بالآية. نعم. المباركة. النقطة الأولى أن الآية المباركة قالت إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني أنه هل يوجد في ذريتي أيضا إمام؟ نعم. أو لا يوجد؟ الآية المباركة بدلت العبارة، قالت لا ينال عهد الظالمين، يعني أن القرآن جعل الإمامة هي ماذا؟ هي عهد الله، لأنه قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، يعني هذه الإمامة هي تعد ماذا؟ تعد عهد بين الله وبين ذلك شخص. نعم. وبهذا تبطل نظرية الشورى. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول وأمرهم شورى بينهم، والإمام أمرهم لأمر الله، أمر الله. صريح الآية المباركة تقول لا ينال عهدي، يعني أن الإمامة شأن من الشؤون الإلهية وعهد من العهود الإلهية، ليست هي عهد بين الناس وبين الإمام حتى ينتخبوه بالشورى أو بأهل الحل والعقد. سماحة السيد، هنا خطر ببالي الآن. نعم. عندما تفضلتم أن عندما قلتم أنها أن وأمرهم شورى، ترجع المسألة إلى مسألة الخلافة السياسية، يعني لا لا لا, لا أبدا أبدا، حتى الخلافة السياسية. نعم. أيضا مع وجود الإمام المعصوم تعد أمر الله لا تعد أمر الناس. نعم. نعم. إذا كنا مع عدم وجود المعصوم، أو كان المعصوم موجود ولكن غائب له حديث آخر، يعني في زمن الغيبة، أنا أريد أن أشير إلى هذا. أمرهم يعني أمرهم، لا لا، شورى أمرهم تبارك. ماذا أمرهم؟ نعم. ماذا؟ نعم. السياسة أيضا من أمر الله سبحانه. نعم. هذا. إذا كان السياسة من أمر الله، إذن الله سبحانه الله لابد أن يتخذ فيها القرار، مو الناس يتخذون. نعم. بعبارة أخرى أن الإمامة
هل هي عهد بين الناس وبين الإمام أو هي عهد بين الله وبين الإمام؟ نعم. أي منهما؟ الآية المباركة قالت أن الإمامة ما هي؟ عهدي، يعني عهد بين الله وبين الإمام. أما نظرية الشورى ماذا تقول؟ تقول أن الإمامة عهد بين الناس وبين الإمام. نعم. إذن الإمامة القرآنية شيء، والإمامة التي ادعيت بعد رسول الله لبعض الناس هذه ماذا؟ شيء آخر. إذن إجماع أهل الحل والعقد يمكن أن يحقق مصداق هذه الإمامة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الآية قالت عهدي. الآن لا أريد أن أقف عند مسألة الشورى والنص لأنه حديث آخر، فقط إشارة أريد أن أشير. إذن الآية المباركة عبرت عن الإمامة بأنها عهدي، إذن لا بد أن تكون عهدا بين الله وبين الإمام، فلا بد لله سبحانه وتعالى أن ينصب ماذا؟ أن ينصب الإمام، وقد نصبه. قال إني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النقطة الثانية أن الإمامة في الآية المباركة هي شيء غير النبوة، وليست هي النبوة كما ذهب إليه جملة من المفسرين، ذهبوا إلى أن هذه الإمامة هي النبوة، ولكننا بقراء فيما سبق مفصلا وقفنا عندها قلنا بأن الإمامة في الآية لا يمكن أن يكون المراد منها هي النبوة، وإنما هي شيء وراء النبوة أعطيها إبراهيم الخليل في أخريات حياته. لذا وردت روايات صحيحة السند من طرق أئمة أهل البيت إن الله سبحانه وتعالى اتخذه عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما أكمل له ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. إذن الإمامة في الآية المباركة ليست هي النبوة حتى لا تكون قابلة للاستمرار بعد الرسول الأعظم، لأنه نحن إذا قلنا أن الإمامة في الآية هي النبوة مع ختم النبوة بخاتم الأنبياء والمرسلين، بعد هذه الإمامة تستمر أو لا تستمر؟ تكون منقطعة. أما إذا آمنا كما بينا فيما سبق أن الإمامة هنا شيء وراء النبوة، إذن هي قابلة ماذا؟ قابلة للاستمرار. لذا قلنا فيما سبق في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، وقرأنا روايات بأن المراد من هذه الكلمة الباقية التوحيد الذي يتجسد في وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. سمحت السيد، هنا يمكن أن نستدل نفس سياق الآية. نعم. على أنه دلالة لا ينال عهد الظالمين هي الإمامة وليست النبوة، باعتبار في أول الآية أني جعلك للناس إماما. نعم نعم، فنفس السياق الآية. لا، قبل ذلك وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم. فأتمهن قال إني جاعلك، يعني ده يتحدث مع إبراهيم الخليل. أحسنت. يعني كان نبيا قبل أن يجعله. نعم. هذا إماما. بل وهو نعم. كذلك. نعم. إذن قلنا قراءة كثيرة أشرنا إليها. نعم. فيما سبق. أما سؤالكم وهو أنه هل يوجد، هل ادعاء أن الآية دالة على العصمة، هل هذا الادعاء مختص بأتباع مدرسة أهل البيت؟ يعني فهم الآية بهذه الطريقة وأنها تدل على العصمة، يعني عصمة الإمام، هل أن ذلك هذا الفهم مختص بتفسيرنا بأتباع مدرسة أهل البيت، أو أن غيرنا من العلماء أيضا من غير أتباع أهل البيت من أتباع الخلفاء أيضا يعتقدون بدلالة الآية على العصمة؟ أيضا أرجع مرة أخرى إلى كلمات الفخر الرازي. الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة أقرأ عبارته، يقول إني المسألة الرابعة، يعني في المجلد الرابع صفحة 37، المسألة الرابعة قوله إني جاعلك للناس إماما، يقول يدل على أنه عليه السلام كان معصوما عن جميع الذنوب، لأن الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى، فلو صدرت المعصية منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك، فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية. إذن الآية المباركة تقول أن الإمام في الآية لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون معصوما. هسه التفتوا، التفتوا في موضع آخر في صفحة 39 من الجزء الرابع، يقول في قوله ولا ينال عهد الظالمين، هذه عبارته،
يقول قلنا أما الشيعة، هذه عبارة الفخر الرازي في ذيل هذه الآية من تفسيره، في أي مجلد؟ في المجلد الرابع صفحة 39 بحسب هذه الطبعة الموجودة دار الكتب العلمية. يقول أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا، يعني أن الإمام لابد أن يكون لا معصوما فقط في الظاهر بل معصوما في الظاهر وفي الباطن، وهذا هو اعتقاده. بالباطن هنا الآن يأتي أنا أبين، بس أريد أبين بأنه يريد أن يقول لا يكفي أن المعصوم يكون معصوما بحسب ظاهر الأمر بل بحسب النية والاعتقاد والفكر وكله لابد أن يكون ماذا؟ معصوما. يقول أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا. التفت إلى عبارة رجائي من المشاهد الكريم سواء كان من أتباع مدرسة أهل البيت أو لم يكن. وأما نحن، هؤلاء الشيعة هكذا يقولون، أنت ماذا تقول أيها الفخر الرازي؟ قال وأما نحن فنقول مقتضى الآية كذلك، يعني أن الآية بلي تدل على العصمة ظاهرا وباطنا، يعني أن الإمام الذي قالت الآية إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهد الظالمين، تدل على أن مراد أن الذي يناله العهد لابد أن يكون ماذا؟ معصوما بحسب الظاهر والباطن. فنقول مقتضى الآية ذلك، ولكن لماذا لم تفعل بذلك؟ لماذا لم تعتقد؟ قال إلا أن تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة. خب لماذا تترك اعتبار الباطن؟ يقول مع أن مقتضى ظاهر الآية هو ماذا؟ يعني يقر به، يقر بذلك بأن الآية دالة على ضرورة عصمة إمام. ولكنه يصرح إلا أن تركنا اعتبار الباطن. لماذا؟ لأنه إذا قبل أن الإمام لابد أن تكون ظاهرا وباطنا معصوم، بعد يمكن تصحيح خلافة الأول والثاني والثالث أو لا يمكن؟ لا يمكن. لذا يقول تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة، وهذه العدالة الظاهرة يمكن إيجادها في فلان وفلان. لم يرد وفلان دليل على أبداً على قولي تركنا فقط الباطن. هذا المعنى فقط. لذا أنا قلت في كتابي العصمة عندما نقلت عبارته هذه من تفسيره قلت ستكتب شهادتهم ويسألون، لأنه هو يشهد هنا أن الآية دالة على ذلك. على أي الأحوال، إذن اعتقاد أن هذه الآية دال على عصمة الإمام في الآية المباركة هذا مقبول كما في موضعين من كلمات الفخر الرازي. إنما الكلام واقعا كيفية دلالة الآية، كيف تدل الآية على العصمة؟ الآن نحن فقط نقلنا العبارة، كيف تدل الآية على العصمة؟ مقدمة أنا بودي أن يلتفت المشاهد الكريم أن القرآن الكريم بيّن حقيقة، وهي أن الشرك ظلم عظيم. يظهر بقى خمس دقائق من جيد الوقت. جيد أرجو الله سبحانه وتعالى، بعد لم ندخل نحن في الاستدلال. نعم. وأنا بيودي أن المشاهد يعلم بأنه إحنا بيودنا أن هذه الأمور كلها نقررها، ولكن أولا ضيق الوقت، وثانيا أسئلتكم تمنعنا من الإفاضة تفصيلا، لأن أقول هذا باعتبار التليفونات والاتصالات والخطابات الشفهية وغيرها تصر على أنه سيدنا هذا البحث خلي يكمل، لابد أن يعمق، ولكن مع الأسف الشديد كما تعلم بأنه الوقت لا يسع، لذا نحاول أن نقف عند هذه المطالب مفهرسة. مقدمة القرآن الكريم قال لا ينال عهدي الظالمين، ثم واحدة من أهم مصاديق الظلم بل أعظم مصاديق الظلم هو ماذا؟ هو الشرك. قال إن الشرك لظلم عظيم. إذن صريح القرآن الكريم يقول لنا أن المشرك يصلح للإمامة أو لا يصلح للإمامة؟ طبعا لا يصلح، لأن الآية قالت لا ينال عهدي، يعني لا ينال الإمامة المشرك، وإنما ينالها غير المشرك. سؤال، التفتوا إلى هذه النقطة، أحاول أنه 3-4 دقائق أقرر المطلب. سؤال هو أنه
هل إذا كان مشركا فيما سبق وأسلم بعد ذلك وآمن هل يصلح للإمامة أو لا يصلح؟ الجواب نريد أن نقول أن من أشرك في عمره آنا واحدا فهذه الآية تمنعه من الإمامة، ولو أسلم بعد ذلك ولو صار مؤمنا بعد ذلك. أقولها صريحة، الإمامة القرآنية ممنوع منها، مو الإمامة السياسية، لا لا لا، ليس الحديث في الإمامة، هاي الإمامة الثابتة في القرآن، هاي الإمامة التي ندعيها لأئمة أهل البيت هي التي هي خلافة رسول الله فيها. من الذي يخلف رسول الله؟ الجواب لابد أن لا يكون متلبسا بآن ما في حياته، ماذا؟ في الشرك، أو عبد صنما في آن ما، وإن كان بعد ذلك أسلم. تقول لي بأي بيان؟ نعم. في جملة دليل في نعم. وقعا بأي دليل تقول هذا؟ نعم. التفتوا جيدا، أنا عندي هنا تقسيم رباعي، هذا التقسيم الرباعي أشير إليه. احنا عندنا الناس على أربعة أقسام وأصناف، من كان مشركا في أول حياته وآخر حياته، يعني كل عمره مشرك. سؤال، هل يعقل أن إبراهيم طلب الإمامة لهذا الإنسان؟ قطعا لا، قطعا لا، أصلا لا معنى لأن نقول إبراهيم أجل أن يطلب الإمامة لهذا. أحسنت. الثاني، أن يكون الإنسان مؤمنا في أول حياته ومشركا ماذا في آخر حياته؟ نعم. هل يعقل أن إبراهيم يطلب الإمامة لهذا الشخص؟ أيضا قطعا لا، قطعا لا، لأنه لا هذا يموت مشرك. نعم. إذن هذان القسمان خارجان عن ماذا؟ عن سؤال إبراهيم الخليل، لأنه سؤال إبراهيم ومن ذريتي، إذن دي يسأل الإمامة التي أعطيها بعد الامتحان دي يسألها لمن؟ لذريته. الله هم يريد يجيبه بنعم. سؤالنا هذا، أن إبراهيم هل يعقل أنه سأل الإمامة وطلبها للقسم الأول؟ الجواب كلا. نعم. للقسم الثاني؟ الجواب كلا. بقي يبقى قسمة. عندنا قسمان. نعم. القسم الثالث هو أن يكون مشركا في أول حياته ومسلما ومؤمنا ولو ظاهرا ماذا؟ في آخر حياته. هذا قسم. نعم. هذا يعقل أن يسأل له الإمامة. نعم. القسم الثاني، أن لا يكون قد عبد صنما ولم يشرك آنا ما، لا في أول حياته ولا في آخر ماذا حياته. هذان قسمان. إذن الذي يعقل من سؤال إبراهيم ماذا؟ هذان القسمان فقط. نعم. اللهم أجابه إلى واحدة ومنع الثانية. قال لها، قال له ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن الآية تريد أن تمنع أي إنسان من القسم الثالث. أحسنتم، وإلا الأول والثاني خارج عن المقصد. نعم. فإذا لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ القسم الرابع، يعني لا يبقى يصلح للإمامة إلا من كان في أول حياته مؤمنا وآخر حياته ماذا؟ مؤمنا. لذا تجدون أن الروايات الواردة في هذا المجال أيضا كثيرة جدا، ولكنه أقرأ رواية أو روايتين. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال قد كان إبراهيم نبيا وليس بإمام، هذا الذي أشرت إليه أن الإمام غير النبوة. حتى قال الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فقال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، قال عليه أفضل الصلاة والسلام من عبد صنما أو وثنا لا يكون ماذا؟ لا يكون إماما. مو في حال عبادته للصنم لا يكون، أجل إبراهيم أن يطلب الإمامة، يعني في أي دور من حياته، في أي دور من حياته إذا عبد صنما. والآن أنا أسأل هذا السؤال للإنسان المنصف، من هو هذا الإنسان بعد رسول الله الذي كرمه الله بأن لم يعبد صنما ولم يقف أمام صنم ووثن؟ من هو؟ وهذا باعتراف الجميع، باعتراف الجميع. نعم. لذا هم يقولون كرم الله وجهه. نعم. إشارة إلى هذه الحقيقة. نعم. أن الله سبحانه وتعالى كرمه ماذا؟ من أن يكون عابدا لصنم أو وثن، وهكذا الرسول الأعظم. إذن بالحصر وبالاستقراء وبالسبر العقلي نستطيع أن ننتهي إلى أن إبراهيم الخليل طلب الإمامة، لا يعقل أن يقول للقسم الأول أو القسم الثاني، فهو إما الثالث وإما الرابع. والآية عندما قالت لا ينال عهد الظالمين نفت القسم الثالث. نعم. فبقي القسم الرابع، وليس له مصداق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إمام الموحدين علي بن أبي طالب
عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه هناك نكات أخرى لعله نوفق أن نشير إليها من خلال البحث. أحسنتم كثيرا سماحة السيد. مشاهدينا الأعزاء، الآن نذهب إلى فاصل وإن شاء الله نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم حول محور البرنامج الذي هو عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم العقائدي مطارحات في العقيدة، ونستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم حول محور البرنامج الذي هو عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. الأخ أبو حسين من ألمانيا، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا. سؤال لسماحة السيد. نعم تفضلوا. رحيم، الآية القرآنية تقول إن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سمعت السيد سؤال واضح؟ إذا تفضل سماحة السيد. نعم. التبيان من هو هذا الإمام إذا كان قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم افتراق الأمة 73 فرقة، فمعناه أنه ليس القرآن، لأن هذه 73 فرقة واحدة منهم الناجية، فلا يمكن 72 فرقة أن يكونوا من عالمي القرآن الكريم أو تفسير القرآن الكريم على نهجه الواضح. سؤالكم بالضبط يعني بالتحديد. سؤال واضح. ما هو المراد من الإمام في قوله أحصيناه في إمام الإسلام؟ يوجد نعم اتصال آخر من الأخ أبو حسين من السعودية. سلام عليكم. عليكم السلام، صبحكم مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. تفضلوا. مولانا نسألكم إن شاء الله الدعاء ونبارك لكم آيات ذي الحجة من عيد الأضحى إلى عيد الغدير إلى عيد الحرية إلى المباهلة إلى التصديق جميعا، ونبارك لكم كذلك. مولانا يوجد ثلاث أسئلة مختصرة مستعجلة باختصار إذا سمعتم الأخ أبو حسين. تفضلوا. بالنسبة للآية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، نعم. هي وآية قبلها في آية 41 نفس الابتداء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الصوت مو واضح. إذا الأخ أبو حسين الصوت مو واضح، تفضلتم في المسألة الأولى آية التبليغ، المسألة الثانية ما كانت واضحة. نعم، آية التبليغ شنو السؤال حولها يعني؟ لماذا خصت فقط في آية التبليغ والآية اللي قبلها يا أيها الرسول، والآن أن القرآن كله يقول يا أيها النبي دائما يا أيها النبي، لماذا خص يا أيها الرسول؟ نعم الآن وضح السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لزيارة الجامعة. نعم. فقرت وأجسادكم في الأجساد. نعم. أرواحكم بالأرواح وأنفسكم في النفس، ما معنى أجسادكم في الأجساد في زيارة الجامعة بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام؟ ولكن أخ أبو حسين هذا السؤال زيارة الجامعة خارج عن محور البرنامج. لا بس هو هذا مقصود عن أهل البيت، ما معنى احنا نزور ونعرف ما معنى أجسادكم في الأجساد فقط. نعم سماحة السيد إن شاء الله بعد يجيبكم إن شاء الله باختصار. نعم تفضلوا. السؤال الثالث وهو نص خطبة الغدير المذكورة في كتاب الاحتجاج للطبرسي، مدى صحة المسانيد حقها الموجودة إذا كان يعرف؟ نص خطبة الغدير في كتاب الاحتجاج يعني صحة إسنادها، وهي أيضا هم خارجة عن السؤال. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الأخ أبو حسين من ألمانيا يظهر مرة أخرى اتصل، تفضلوا لديكم سؤال آخر. لم أخرج عن الخط ولم أفهم. رح سؤال خارج الموضوع. نعم تفضلوا. السؤال الثاني حضرت السيد، قال الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم ضربت عليه الصلاة والسلام يوم الخندق تساوي عمل الثقلين، عبادة الثقلين. نعم نعم. نعم. الثقلين الأولين والآخرين، وإذا كانت تساوي عمل الثقلين فالأرجح من أن يكون هو الإمام الموكل من الله تبارك وتعالى الرسول، لأنه ثبته تساوي الثقلين الثاني والثالث هم أقم الثقل. يعني السؤال مو واضح الأخ أبو حسين، معروف التوضيح إذا توضحوا بعد أكثر ما لم يتضح.
نعم. ضربت الإمام علي عليه الصلاة والسلام. لا سمعت هذا بلي ولكن يعني السؤال طرحه حول المنبر. هو يستدل. يستدل بهذه. نعم بلي بلي. على واضح الأسئلة. نعم. وصلت الفكرة وصلت الفكرة إن شاء الله. شكرا. الأخ أبو حسين هو نفسه من ألمانيا كان عنده سؤال أول. نعم. في الواقع بأنه إن شاء الله تعالى لعلنا نوفق بإذن الله تعالى عندما نستعرض الآيات القرآنية. سوف نقف عند هذه الآية المباركة لنرى أنها هل تدل على أن الإمام يعلم كل شيء أو لا يعلم. الآية المباركة تقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نحن إذا قبلنا طبعا هذا المعنى يمكن إثباته بعدة طرق. من الطرق المهمة نعم الآية المباركة بحسب الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة وهي روايات كثيرة صحيحة السند من طرق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام المراد به الإمام المعصوم، ولكن عندنا طريق آخر لإثبات هذه الحقيقة وهو من خلال حديث الثقلين. عندما نأتي إلى القرآن الكريم ويقول لنا القرآن الكريم أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذن كل شيء قد بين في هذا القرآن الكريم. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية علي لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا حديث لعله وارد من طرق الفريقين. بالإضافة إلى ذلك حديث الثقلين المتواتر والمتفق عليه بين علماء المسلمين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء فالعترة التي لا تفارق القرآن ولا يفارقها القرآن، إذن يعلمون ماذا؟ يعلمون ما هو تبيان كل شيء. إذن هذا المعنى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، عندنا طرق أخرى أيضا لإثبات هذه الحقيقة. أما فيما يتعلق بسؤالكم الثاني بأنه ضربة علي يوم الخندق تعادل أو تفضل وغير ذلك، هذه الأبحاث واقعا أبحاث كلامية مفصلة وأنا لا أريد أن أدخل في هذه الأبحاث التفصيلية. لعله بعض يناقش في السند، بعض يقول بأن المظلوم ليس كذلك. نحاول أن نقف على تلك الأدلة المتفق عليها. آية الآيات القرآنية والروايات المتواترة هذا لا يوجد فيه خلاف بين علماء المسلمين. إذا تجدون أنا أحاول أن أدخل من هذه المداخل، المداخل المتفق عليها للمداخل أو الوجوه التي يمكن الاختلاف فيها. سماحة السيد تسمحون تليفون آخر ونجيب على سؤال الأخ أبو حسين من المملكة العربية السعودية. نعم. الأخ أبو زينب الحسني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أدي سؤالين للسيد إذا يسمح لنا. تفضلوا. الأول، نحن نعلم أنه غير الشيعة لا يعتقدون بعصمة غير النبي، بينما هناك رواية صريحة بعصمة أهل البيت من الذنوب وعن النبي، ورواها كثير من علماء المسلمين من غير الشيعة. الرواية طويلة، أقرأ آخرها السطرين الأخير، يقول: ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. هذا يروي السيوطي في الدر المنثور جزء 6 صفحة 605 طبع دار الفكر بيروت، والآلوسي في روح المعاني جزء 22 صفحة 13 طبع دار إحياء التراث العربي بيروت. نعم. وابن كثير في البداية والنهاية جزء 2 صفحة 257 طبع مكتبة المعارف بيروت، والطبراني في المعجم الكبير جزء 3 صفحة 57 إلى آخر المصادر. نعم. كثير تروي هذا الحديث. نعم. أقول هذا الحديث يصرح بأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب، فلماذا بعد روايتهم هذه الرواية الصريحة وكثير من علمائهم، أنا لا أريد أن أسرد وأضيع الوقت بسرد المصادر. نعم. فلماذا لا يعتقدون بعصمة البيت بعد تصريحهم وذكرهم هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله؟ السؤال الثاني، ذكر السيد الفخر الرازي. نعم.
الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية، وهذا آخر كتاب ألفه من كتبه، يصرحون أنه هذا آخر كتاب ألفه الفخر الرازي. في المطالب العالية من العلم الإلهي الجزء 8 صفحة 106 يقول: أفضل أصناف الإنسان وأقربهم إلى الكمال، ثم يذكر مواصفات إلى أن يقول: ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الموجودين في ذلك الوقت، كأن المقصود الأصلي من هذا العالم العنصري هو وجود ذلك الشخص، فيثبت أن ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري، وما سواه من الناس كتبع له. وجماعة من الشيعة الإمامية يسمونه بالإمام المعصوم، وقد يسمونه بصاحب الزمان، ويقولون بأنه غائب، وقد صدقوا في الوصفين معا. فأقول إذا كان يصدق الوصفين التي يصفهما الشيعة للإمام المعصوم، وهو أنه معصوم وأنه قطب عالم الإمكان وأنه الأخ أبو زينب، الفكرة وصلت. هل لديكم سؤال في هذا المجال؟ يعني في السؤال هو هذا. إذن نعم. إذن ما هو الخلاف؟ أقول ها إذن ما هو لماذا نعم. لماذا إذن يناقش في تفسيره الفخر الرازي الشيعة حول عصمة الإمام بعد اعترافه وهو في آخر كتبه؟ نعم، أحسنتم كثيرا، جزاكم الله خيرا، شكرا على مداخلتكم. نعم، الأخ نرجع للأخ أبو حسين من المملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بأسئلة الأخ أبو حسين من السعودية، سؤال أو سؤالين أجيب عنهما والخارج عن بحثنا إن شاء الله في أوقات أخرى. فيما يتعلق بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لماذا عبر الرسول ولم يعبر النبي؟ الجواب واضح، ذكرنا في سبق بأنه الفارق بين النبي وبين الرسول هو أن النبوة تشير إلى العلاقة القائمة بين الله وبين ذلك الإنسان وهو النبي. نعم. أما الرسالة تشير إلى تلك العلاقة القائمة بين ذلك الإنسان الذي يوحى إليه وبين الناس. يعني بعبارة أخرى، هذا الشخص الذي يعبر عنه النبي أو الرسول له علاقتان، علاقة بينه وبين الله يأخذ فيها من الله سبحانه وتعالى الوحي، وهناك علاقة ثانية بين ذلك الإنسان وبين الناس، يعطي للناس ما أنزل إليه. ومن الواضح أنه فيما يتعلق بإثبات أو نصب إمامة أمير المؤمنين في هذه الآية مرتبطة بالبعد الثاني وليست مرتبطة بالبعد الأول. لذا كان ينبغي، أو أنه مقتضى التعبير الصحيح، أن تقول الآية: يا أيها الرسول، لا أن تقول يا أيها النبي، لأنه النبوة تشير إلى العلاقة الأولى، أما الرسالة تشير إلى العلاقة الثانية. يعني بعبارة أخرى، أيها الإنسان، أنت في هذه القضية مرسل من قبلي لإبلاغي، ومن الواضح أن البلاغ والإبلاغ إنما ينسجم مع الرسالة لا مع النبوة. فيما يتعلق بسند الغدير، وأنه الرواية الواردة في الاحتجاج أن سندها تام أو ليس بتام، في الواقع أنه أنا بودي أنه الأخ الكريم يعلم بأن مسألة الغدير كما حققها العلامة الأميني في كتابه الغدير، من حيث السند متواترة قطعية. لذا بعد ذلك نحن لا نحتاج أن نبحث أن رواية الاحتجاج هل سندها صحيح أو ليس بصحيح. حتى لو فرضنا أن رواية الاحتجاج سندها غير صحيح باعتبار بعض الكلمات اللي موجودة في كتاب الاحتجاج، هذا لا يؤثر على صحة غدير الحديث الغديري شيئا. سمحت السيد، اتصال من العراق، سجاد موسى إذا سمحت. نعم تفضلوا، سلام عليكم. الأخ سجاد موسى من العراق، تفضلوا. ألو. تفضلوا. ألو. نسمع الصوت، تفضلوا. سلام. سلام عليكم. ألو، مرحبا. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، تفضلوا. شلون الصحة؟ أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. شلون مولاي؟ الله يحفظكم إن شاء الله. شلون صحتك؟ مرحبا بك. مشتاقين والله مولاي. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله، سلمونا على إخوانكم وعلى كل أبنائنا هناك. الله يسلمك. تفضلوا الأخ سجاد. مشتاقين مولاي، نريد نشوفك والله. الله يحفظك إن شاء الله، وأشكر هذه المشاعر الطيبة هذه. يسلمك. مولاي، بل كان توضيح يوم المباهلة بلا زحمة. توضيح يوم المباهلة. نعم. نعم، شكرا جزيلا، شكر مولاي. أهلا، شكرا لكم على هذا الاتصال. على هذا الاتصال. نعم،
أما فيما يتعلق بأسئلة الأخ أبو زينب وأشكره على هذه المداخلة، هو أنه فيما يتعلق بالرواية التي نقلها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكما ذكر بأن هناك جملة من الأعلام، في الواقع أنا لا أعلم ولم أحقق بأنه هذه الرواية بحسب مبانيهم الرجالية هل هي صحيحة السند عندهم أو ليست كذلك، لأنكم تعلمون بأنه ليس كل ما نقل في كتب القوم وحتى في صحاحهم من قبيل صحيح مسلم أو صحيح البخاري هي من حيث السند صحيحة السند. لذا أنا بودي بأنه أساسا تجدون في الأعم الأغلب أنا لا أنقل الروايات إلا إذا كانت متواترة بين الفريقين، أما الرواية المختصة عندهم أو الرواية التي لا يعلم سندها عادة لا أستشهد بها، أو إذا ذكرتها أذكرها بعنوان المؤيد لا بعنوان الدليل، لأنه مسألة العصمة من المسائل الكلامية الأصلية وليست المسائل الكلامية الفرعية، ومن هنا تحتاج إلى دليل قطعي، ورواية واحدة ليست كافية لذلك. أما فيما ذكرته عن الفخر الرازي، في الواقع الفخر الرازي كتابه أو تفسيره مليء بمناقشات مباني أئمة أهل البيت، وفي كتب أخرى عنده أيضا مثل هذه الكلمات التي نقلتها. في الواقع لا يعلم هل أنه كان يتناقض مع نفسه أو أنه تبدلت اعتقاداته، يحتاج إلى تحقيق تاريخي وتحقيق مذهبي لمعرفة أن الرازي كان متناقضا في مثل هذه الكلمات أو أنه قد تبدل اعتقاده. سمحت السيد، سمحتم، الأخ أبو زهراء لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، تفضلوا الأخ أبو زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، حياكم الله. عندي سؤال بخصوص يظهر الصوت غير مفهوم. نعم تفضلوا. نعم لا زال، نعم يظهر انقطع الاتصال الهاتفي. نعم نرجع إلى سؤال الأخ سجاد موسى من يعني العراق. كما تعلمون بأنه حديثنا ليس، وأنتم قرأتم بحمد الله تعالى لا. حديث المباهلة بالمناسبة، كما تعلمون بأنه مسألة المباهلة، أما أستميح الأخ عذرا بأنه خارج عن محل كلامنا، وأنا بودي واقعا أن هذا الأساس الذي وضعناه ونحاول أن المشاهد الكريم يلتزم به قدر الإمكان، هو أنه الأبحاث المرتبطة بمحور الحديث نقف عندها، أما الأبحاث الغير مرتبطة بمحور الحديث نؤجلها إلى محورها. أحسنتم، في وقتها في حلقة مناسبة أخرى، في حلقة مناسبة. إذا عندما في سؤال أنا أكمل حديثي الذي انقطع في أول الأبحاث، إذا ما أكو تساؤلات لا يوجد تساؤل. لا جيد جدا، إذا يسمحون كم دقيقة حتى نكمل الحديث. نعم. إذن نحن انتهينا بحمد الله تعالى إلى أنه أساسا الآية المباركة دالة آية. هل يوجد اتصال هاتفي الأخوة في الاستوديو؟ يوجد اتصال هاتفي آخر؟ نعم. هل يوجد اتصال هاتفي؟ نعم. الأخت أم أحمد من الكويت، تفضلوا. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. سلامي إلى السيد المحترم الله كمال حيدري. مرحبا بكم. وإلى مقدم البرنامج. أهلا ومرحبا، حياكم الله. نحن نعرف أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. نعم. حبينا طبعا الحديث فيها يطول، ولكن حبينا حبيت أعرف بالنسبة للإرادة، أن نعم. الإرادة يعني الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، إذا ممكن الإرادة التكوينية شوية محتاجين شوية ولو بشكل يعني مجمل. نعم. بشكل يعني مجمل بالنسبة للإرادة التكوينية. نعم. وجزاكم الله خير. شكرا على شكرا جزيلا لاتصالكم. نعم. فيما يتعلق بسؤال الأخت أم أحمد من الكويت، الجواب بأنه قطعا أن الإرادة في الآية المباركة بقراء أشرنا إليها في كتاب العصمة، أن الإرادة في الآية المباركة هي الإرادة التكوينية وليست هي الإرادة التشريعية، لأنها إذا كانت إرادة تشريعية لا تدل على منقبة وعلى فضيلة، مع أنه اتفاق المفسرين أن الآية بصدد بيان منقبة وفضيلة لأهل البيت، فلو كانت تشريعية فلا تدل على ذلك.
أما إذا كانت تكوينية يلزم هناك محذور أشار إليه جملة من المفسرين، ومنهم روح الآلوسي في روح المعاني بأنه يلزم الجبر في الآية المباركة. ولكنه أعد الأخت الكريمة إن شاء الله تعالى سوف أقف عند هذه الآية المباركة ضمن الآيات التي نستدل بها على عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي هذه الدقيقة أو الدقيقتين لا يكفي المجال أن أجيب على هذا المعنى. لذا الآية المباركة أو الإرادة في الآية تكوينية وليست دالة على الجبر، ولا تتنافى مع اختيار المعصوم كما سيأتي إن شاء الله في محله المناسب. يظهر اتصال آخر يجد، الأخ جاسم البغدادي، تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي والي السيد الجليل. تحية لكم. ونحن الحقيقة بحاجة إلى مزيد من هذه البرامج ومزيد من الوقت، وأثني على ما قاله السيد الجليل بأن يسمح له الوقت الكافي حتى يثرينا يعني إن شاء الله بهذه المعلومات. وأقترح متواضعا أن تكون الأسئلة يعني بعد إكمال البحث من عدة حلقات ثم تخصص حلقة أو حلقتين للأسئلة، وتكون مركزة أيضا على النقاط التي يثيرها السيد في البحث حتى لا تتشعب الأسئلة وتكون في صلب الموضوع. وهذا أملنا ورجاؤنا من المخرج من الأخوة المشاهدين الحقيقة. نعم. الالتزام بذلك. أما سؤالي الحقيقة، نعم تفضل، فأرجو الحقيقة يعني ما هي خواص العصمة؟ هل هي كلام عام وشامل، أم هناك نقاط محددة حول العصمة، أم هي عصمة مطلقة؟ إذا سمح السيد بالإجابة وشكرا لكم. يظهر هذا السؤال، شكرا جزيلا لكم. يظهر شكرا شكرا على هذا السؤال. سمع السيد هذا سؤال يحتاج إلى بحث طويل يعني. بل مو فقط، لكنه حتى أنه لا يبقى سؤاله أيضا بلا جواب. الجواب هو أننا نحن أتباع مدرسة أهل البيت نعتقد بأن العصمة الثابتة للأنبياء جميعا وبالخصوص للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي عصمة مطلقة، خلافا لكثير من الاتجاهات الإسلامية الذين قيدوا عصمة الأنبياء بحدود بيان الشريعة وليس أكثر من ذلك. على أي الأحوال، وإن شاء الله تعالى سنأتي على هذا البحث أيضا مفصلا، وأيضا أضم صوتي إلى صوت الأخ البغدادي جاسم البغدادي، واقعا أنه إذا المشاهد الكريم يسمح لنا بأنه نقلل من أوقات التساؤلات المباشرة والتليفونات الاتصالات المباشرة ونحاول أن نعمق الحديث في مثل هذه المسائل. نعم، بقي حلو دقيقتين. دقيقتين في الواقع أنا لا أستطيع أن أقول شيئا في هاتين الدقيقتين إلا ودقيقة لي إن شاء الله. أحسنتم بلي. نعم. واقعا إلا أن ألخص ما تقدم إلى هنا، وهو أن الآية المباركة وهي قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أولا أن الإمامة في الآية هي غير النبوة، وثانيا أن إبراهيم طلب هذه الإمامة التي حباه الله سبحانه وتعالى في آخر حياته طلبها لذريته، والله سبحانه وتعالى استجاب له ذلك، ولكن قيد ذلك بأن لا يكون من الظالمين. وبينا بأن هذه الآية كما يفهمها الفخر الرازي وكما يفهمها كل أتباع مدرسة أهل البيت دالة على عصمة الإمام كما أشرنا، وتقريره بالنحو الذي بيناه، وهو أنه لا يمكن أن يكون سؤال إبراهيم عن القسم الأول من الناس أو الصنف الأول، ولا يمكن أن يكون عن الصنف الثاني، وإنما الذي يعقل هو الصنف الثالث والصنف الرابع، والآية المباركة أخرجت الصنف الثالث وبقي الصنف الرابع، وهو من كان موحدا في أول حياته وآخر حياته، يعني لم يسجد ولم يعبد صنما أو وثنا، وهذا باتفاق المسلمين مختص بعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم كثيرا سماحة السيد. ومسك الختام، ندعو جميعا بدعاء الإمام الصادق عليه السلام في يوم المباهلة، ونتبرك بذكر مقطعا من هذا الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعثني على الإيمان بك والتصديق برسولك عليه وآله السلام، والولاية لعلي بن أبي طالب، والبراءة من عدوه، والائتمام بالأئمة من آل محمد عليهم السلام، فإني قد رضيت بذلك يا رب.
وصلى الله على محمد وآل محمد. نشكر في نهاية اللقاء سماحة السيد الحيدري على حضوره المبارك معنا ومع مشاهدينا، ونشكركم كذلك على حسن متابعتكم لبرنامجكم، ونعتذر من بعض الأسئلة التي لم نستلمها أو ليس بمقدورنا لضيق الوقت، وإن شاء الله يكون متسع في الحلقات القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.